الأحلام في الميزان. أحلام الطفولة كثيرة وبريئة، كانت لديه الكثير من الأحلام، ولكن حبه الكبير لقراءة ومطالعة الجرائد الرياضية وغيرها دفعه إلى دراسة الصحافة. فضيفنا الأستاذ صدوح حسن عمل بكل جد للوصول إلى تحقيق هدفه المرجو. كل منا بمرحلة الطفولة بتكون عنده أحلام، فيك تحكي لي عن أحلامك بمرحلة الطفولة؟ الأحلام مرحلة الطفولة بتبدأ أول شيء أحلام غير واعية، نوع من الخيالات، بتكون صغير مثلاً، بعدين بترجع بتنضج شوي وبتصير يعني بتصير وعي الطفل وبصير يركز على أشياء محددة. مثلاً أول دخول من المدرسة كنت أحلم صير أستاذ مشان أتحكم بالطلاب، أحياناً أكون بالصف اسمع صوت بياع برا أتمنى أكون بياع مشان روح إلهاب أو هيك، يعني هي نوع من الأمنيات البريئة للطفل. بعدين على الأيام صارت الأمور يعني توضح بالذهن أكثر، واشتغلت بالعطلة الصيفية مرة بمطبعة صرت أقرأ جرائد، من يوم صرت أحب الجرائد وكنت تابع رياضة، اشترك بمجلات رياضية، كنت أحب الرياضة وأحب أصير صحفي رياضي. شو حققت من هاي الأحلام وشو اللي ما حققته؟ حققت أني اشتغلت بالصحف، بس اشتغلت بمجال تاني وما اشتغلت بمجال الرياضي، اشتغلت بمجال الأخباري البرامج السياسية والاقتصادية، وأنا إلي اهتمامات فيه. بعد ما كبرت شوي صار إلي كتير اهتمامات بهالمجال هذا، وصرت أقرأ كتب ومتابع السياسة المحلية وحتى الكتب الاقتصادية اللي بقدر أدرسها، أنا ماني مختص اقتصاد يعني، في كتب بقدر أدرسها في كتب للمختصين، يعني صرت أهتم بالاقتصاد بشكل عام، بزعم إنه عندي شوية المهم. لقيت صعوبة بتحقيق الحلم؟ شوي لقيت صعوبة لأنه عنا العمل محصور كان بثلاث صحف والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ما في مجال تاني كان هون. عانيت كتير حتى اشتغلت بالهيئة. أنا اشتغلت فترات قصيرة هيك ببعض الصحف، بس فادتني يعني فادتني شوي. بعدين شغل الرسم كله كان بالهيئة مدى يعني مدى عمر وظيفي. رضيان عن الشيء اللي وصلت له وحققته؟ عملي هون أنا رضيان عنه بالمجمل يعني. في شغلات هي بالنسبة إلي خاصة، بالنسبة بشكل عام يعني العمل الإعلامي بشكل عام بتمنى يكون أفضل يعني ويتطور، وفي مساعي لهالمجال هذا وإن شاء الله بتنجح. طفل بيحلم كتير وأحلامه وردية، هاي الأحلام بتبقى بعد النضوج ولا بتتغير بحكم الظروف؟ لا بالنسبة لي ما بتضل، بتضل ذكرى حلوة وجميلة بحب أرجع لها على طول، لأنه الطفولة مرحلة بتمر، ورغم أنها مرحلة بتمر وكل العالم بتمر فيها، أغلب الناس ما بتفهم رغم أنه كله مروا فيها. أنا بالنسبة للطفولة بتأثر فيه طبعا أنا لحد الآن، وفي لا زال في شغلات طفولية لحد الآن، بس واحد آخر شيء بيصير عنده بيطلع الأمور واقعية، بس بتضل الدغدغ أحلام الطفولة، وإذا واحد تمسك شوي بطفولته تكون بزن حياته أفضل، تكون متفائل، حتى بيكون أقرب للناس، لأنه الطفولة هي قريبة للعفوية، عفوية الإنسان مع الزمن بتصير الأمور المجتمع الدنيا بتصير في قيود وفي شغلات تانية بتروح الطفولة بالتدريج، مشان هيك الحياة الطفولة هي يعني هي بسمة الحياة. كل منا يستطيع أن يحقق حلمه، هذا يحتاج إلى إرادة قوية وعمل جاد وصبر. إلى اللقاء مع حال جديد.